سباس البري يحاول ميدوين نادر المولد يغير الاتجاه بشكل رائع جدا. عوض تقدم 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 الله 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 الله, الله. جاء الرد من فرسان الواحة, جاء الرد من أبناء الواحة, جاء الرد من كارلوس إنديريا. هذه المرة يصادق حكم المباراة على هدف أول للعدالة, هدف أول للعدالة. قلنا العدالة يلعب مرتاح, يلعب على الروقان, يلعب رايق, أبدا ما عنده ضغوط كبيرة, لكن يريد أن يستمتع بالمباراة. كارلوس إنديريا هو الهداف, لكن شوف 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 عوض الصقور, انقض كالصقر على الكورة, لعب الكورة الجميلة والتواجد الرائع لكارلوس إنديريا الهداف. كارلوس 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 سجل جول بتمريرة الظهير عوض الصقور اللي لعب الكورة رائعة جدا, تمريرة رائعة في مكان سليم, ما فيها تسلل أبدا هذه الكورة, وبالتالي هدف لأبناء النخيل. وين أبناء النخيل؟ أبناء النخيل أمس لعبوا, اليوم فرسان الواحة القادم السابق يلعب الكرة للأمام. العرضية لو وصلت إلى يد برادلي جونز, واحد العدالة لا شيء. مباراة الذهاب نذكركم في الأحساء انتهت 3 بيتروس, وخل نتابع 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 نتابع. عبد الرزاق عبد الرزاق عبد الرزاق عبد الرزاق, جول جول, الله الله الله, يا روعة عبد الرزاق حمد الله, عاد مرة أخرى. هو عاشق لكل الشباك, هو الصديق للشباك, هو الأرقام القياسية كلها عنده. الأرقام تبقى أنت وحدك في الصدارة, تبقى وحدك أنت في الصدارة, مهما كان النصر وصيفا ستبقى أنت دائما في الصدارة يا عبد الرزاق. هذه اللعبة, هذه الذكاء, شوف الروعة, شوف الإمكانيات الكبيرة, يا لروعة يا لنضج هذا اللاعب عبد الرزاق حمد الله. أن تملك لاعب الحقيقة الدوري السعودي, أن يملك لاعبا هدافا بنفس هذه الطريقة والإمكانيات, يكون الدوري السعودي بلا الأمام. أدامة راوري يحاول المالي, أخذ كرة ضغطوا عليه, مر الأمن نور الدين مرابط, تمريرة في العمق جلاها بشكل رائع, أخذ الكرة نور الدين مرابط, تقدم راح مرابط, مر بالبهارة مر بالقوة, يبحث عن العرضية يبحث عن العرضية العرضية, الله الله الله, تيكي تاكا نصراوية. النصر هو الثاني وهو الهدف الثاني للنصر. النصر بعد عرضية جميلة من المغربي على قدم المغربي, هدف ثاني هدف ثاني. النصر لا مكينة أهداف, ما شاء الله تبارك الله. شوف العرضية, شوف مرابط, شوف وين راح, مر بالمهارة بالسرعة ما عنده مشكلة, يمر يبحث عن موسى ويبحث عن بيتروس ويبحث عن الهداف. بيتروس هذه المرة ولا جوليانو اللي تقدم؟ جوليانو 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 جوليانو, حط قدمه, البرازيلي من المغربي وضع قدم جوليانو وسجل الهدف الثاني. 2 النصر سريع المباراة, وكأنك تشاهد ملخص لمباراة وليست مباراة أحبة الكرام عبر الرياضية السعودية. ياخذ كورتا السلطان, وهذا جوليانو اللي سجل في الذهاب, سجل مرابط في الذهاب, سجل بيتروس في الذهاب, الان يسجل جوليانو في مباراة الإياب. يحاول شوف 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 شوف, هذا 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 يعني الفرق في الامكانيات, يعني كل عدم خروج الكرة هذا فرق في الامكانية. يحاول فيها محاولة تسديدة, الله الله الله, يا عيني على النصر النيجيري, الله على كرة قوية سكنت في التسعين, كرة جميلة جدا, واحدة من أحمد موسى, واحدة من إمكانياتك في ليستر سيتي, واحدة من الكرات الرائعة للنصر النيجيري. الله على أحمد موسى على التسديدة, على واحدة أخذها, واحد من أجمل الأهداف بعد كرة نزلت بالخطأ رجعت لأحمد موسى. لا أبدا لا يرفض الهدايا, لا يرفض الهدايا, مع تسديدة قوية 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 سكنت وراحت في التسعين على علي المزيدي. ثلاثية نصراوية, أحمد موسى يسجل وجوليان يسجل والهداف كالعادة يسجل. 3 أهداف للنصر, وهذه تحية أحمد موسى, ويأخذ الأوكي أيضا من روي فيتور. تمريرات نصراوية, مختار علي يمرر, عبد الرزاق يحاول, شوف مرة ثانية مختار, شوف التحرك شوف التحرك, الآن الاستلام مرابط, رابع 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 رابع, نعم نعم, 4 جوليانو بالرابع يسجل النصر الهدف الرابع.
النصر يسجل رابع الأهداف، أربعة، وابتسامة من روي فيتوريا، هدف رابع، وغضب من علي المزيدي. تمريرات رائعة من العمق، وصول سهل جدا، وحدة والتحرك بشكل رائع. شوف التمريرة، أبدا مرابط كان عنده عطاء كبير، قال له جوليانو تعال ارجع مرة ثانية. مرابط هو أكثر من يصنع للاعبين، وعنده إيثار رائع جدا، كان ممكن أيضا يسجلها نور الدين مرابط اللاعب المغربي، فضل أنه يأتي من الخلف ويسجل بالطريقة الجماعية وبالأسلوب الجماعي، سجل الهدف الرابع. أربعة النصر في شوط واحد مقابل هدف للعدالة. نذكر أن العدالة هو من بدأ بالتسجيل، نذكر أن العدالة بعد ذلك طرد لاعب النصر السابق والمعار من النصر خالد الدبيش من أرضية الملعب. أربعة، وتحية جوليانو المرابط، أربعة أهداف، المدافع أبعد الكرة. العبيد مختار، نقلات، تسديدة، يا عين عيني عين عيني عليك، من كل الاتجاهات من كل مكان، يا لروعة عبد الرزاق، يا لروعة عبد الرزاق، ألم أقول بأنك قياسي في زمن قياسي لفريق استثنائي؟ ألم أقول ذلك لعبد الرزاق حمد الله، اللاعب الرائع، اللاعب الكبير بكل الطرق، ليس مجرد هداف، ليس مجرد هداف أبدا على الإطلاق. شوف عبد، شوف القرار، شوف التسديد، شوف المكان، من كل الاتجاه، بالقدم، بالرأس، بكل الاتجاه، واقف، جالس، ما تفرق عن عبد الرزاق حمد الله، من كل مكان، من كل مكان، يا لروعة عبد الرزاق حمد الله، يا لروعة هذا الهداف الكبير. محظوظ الدوري السعودي أن يكون في هذا النقصفات في الكرات الثابتة، ما عنده فرق في المتحركة، في الثابتة ما عنده فرق أبدا، ما عنده فرق عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق التسديدة، يا ولد يا ولد يا عبد الرزاق، التسديدة مرة ثانية، جول سادس للنصر. عبد العزيز الدوسري قال خلوها لي، خلاص عجزته مرة ومرتين وثلاثة، والقائم شال واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة. عبد العزيز الدوسري يقول خلاص سيبوها، خلاص خلوها لي. سدد التسديدة القوية وسجل الهدف السادس في الوقت بدل الضايع. عبد حاس سددها، عبد الرزاق يعني قوية سددت. شوف 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 شوف، هذه المرة العارضة، القائم مرة ومرتين، لكن والله قوية يا عبد العزيز، قوية من عبد العزيز الدوسري، اللاعب البديل. شوف وضع قدمه وسجل من خلال الهدف السادس، سداسية نصراوية. خلاص انتهى كل شيء في المباراة بعد تسديدة عبد الرزاق حمد الله الذي سجل في الدوري منذ انضمامه للنصر سبعة هاتريك، كاد اليوم أن يضيف الهاتريك رقم ثمانية ويتقدم على النجم العربي السوري، لكن ذلك لم يحدث. عبد العزيز الدوسري سجل الهدف السادس.